ولما زيد الرقاشي رحمه الله بكى عند موته فقيل له ما يبكيك قال أبكي على ما يفوتني من قيام الليل لأن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وأبكي على ما يفوتني من صيام النهار لأن الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به وأبكي على ما يفوتني من مجالس الذكر لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده يا إخواني ابسطوا الأيدي إلى المولى بالذل والضراعة وتضرعوا بالذل والانكسار في هذه الساعة ونادوا يا من لا تضر المعصية ولا تنفع الطاعة نسألك أن تبدل منا الفساد بالصلاة والخسران بالأرباح وأن تعاملنا بالعفو والسماح اللهم ارحم عبادا غرهم طول إنهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك إلهي ارحم غربتنا في القبور وآمنا يوم الحشر والنشور إلهي وفقنا لما يرضيك وجنبنا معاصيك واجعلنا من عبادك المفلحين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.